آه أنت عم تشوفي يا بنتي، هالقصر الكبير صار فاضي وما في أي حدا. أنا قلت لها لستك المفروض إنها تترك شخص يضل بداله بهالقصر ويشيل كل المسؤوليات عنا، يعني مشان إذا راحت وتركتنا فجأة. أنا فايتة على غرفتي مشان نام. نامي يا بنتي نامي، وأنا كمان بدي روح نام لأني تعبت كتير اليوم. تعبتي؟ ليش؟ شو مفكرة؟ بالفترة يلي بتغيب فيها عزيزة أصلان لازم حدا يورجي الكل إنه عائلة أصلان لساتهم صامدين، وأنا ساويت هالشي، تجولت بكل ميديات على رجلي، زرت كل الناس وكل المحلات. يلا تصبحي على خير يا بنتي. فرات، ستي راحت اليوم على قارس. فرات كنت بتعرف بالموضوع؟ لا، بس ما تفاجأت بشي، يعني ما في داعي أعرف بقى أي شي عن هاي العيلة. فرات، أنت شو ما صار بتضل من هالعيلة وأصحك تنسى هالشي. ما حدا غيرك عم يفكر بهالطريقة جونول. بعرف انك بتزعلي علي كتير، بس لا تزعلي، انا بعرف مكاني وبعرف حدودي وبعرف منيح اني مو من عيلة اصلا. انا مجرد شخص عم يشتغل عند هالعيلة هي مو اكتر. ميران ذكرني بهالشي مبارح. مو هيك، يمكن انت تكون اساس هاي العيلة. ميران، انت وين كنت؟ رحت وتركت تليفونك بالبيت، ما عرفت شلون بدي خبرك بهالشي. ستي عزيزة راحت على قارس. شو اللي عم تقولي جنول؟ كيف يعني ستي راحت على قارس؟ هي راحت اليوم الصبح، ضبت اغراضها وراحت. يا ولادي، أنا أجيت اليوم مشان ودعكم لآخر مرة، بس هالمرة أجيت لعندكم وأنا خجلانة من حالي. ليش يا ستي؟ كيف بتروحي وتتركيني هيك؟ لوين بدك تروح؟ رايح لجيب ستي. ميران، انت هيك رح تروح وبدون ما تحكي شي؟ وشو بدي احكي يا ريان؟ كيف يعني شو بدك تحكي؟ طلع على الحالة يلي انت فيها، ستك لعبت اللعبة يلي عطول بتربح فيها، وانت دايما بتصدق وبتدفن حالك بهالصمت. لما يتاخد منك شي فورا بتعصب وبتحاول تتمسك فيه. تركها هالمرة ولا تتمسك فيها. بترجاك لا تخاف من انك اذا وقعت ما تقدر توقف عرجلك اذا ستك ما كانت جنبك يا ميران. وشو بيطلع بايدي؟ انت شو بدك يعني ساوي؟ بقعد هون وبستنى؟ ستي ضبت اغراضها وتركت القصر وراحت على قارس، ما سمعتي؟ طيب لا تلحق، خليك هون، ما بصير تروح وراها بعد كل يلي ساوته يا ميران. مو قالت هي بتخاف انها تخسرك؟ كذب، لانه بتعرف لو شو ما ساوت انت رح تضل تركض وراها. هي خلتك تنجر وراها بالحكايات يلي تألفها والألعاب يلي كانت تلعبها معك. بالأول زرعت هذا الخوف جواتك يا ميران، وزرعت جواتك الأمل يلي هي بديها. طلع، هي خلتك تحس بالخوف إذا بعدت عنك للحظة، وخدعتك بذكريات كلها كذب لتعبي هالفراغ الموجود جواتك. انت لازم تفيق يا ميران،
لا تروح رجاء. ريان، ليلة امبارح انا شفت بعيوني التنتين لستي شلون عم تبكي وتنوح على قبر امي وابي، وسمعتها بأداني قديش ندماني على عمايلها وعشية اللي ساوته. يعني شو ما ساوت بتضل هي اللي ربتني وكبرتني. كل هداك الوجع والمصايب اللي مرت على راسنا هي قدرت انها تخلينا تحت سقف واحد لليوم. كل يلي موجودين بهالقصر في حدا كامل، الكل ايتام وانحرموا من امهاتهم وابائهم، بس بالرغم من هيك كلياتنا مجتمعين تحت سقف واحد. معك حق، يمكن ما تحبي انه هالقصر يكون بيت الك، بس هالبيت بالنسبة إلنا هو عبارة عن مأوى بيحفظنا من الضياع يا ريان، وهالشي بفضل لستي عزيزة. انت ليش ما عم تحاول تفهم؟ الشطارة مو انها تخليكم تحت سقف واحد، انها تخليكم متحدين. ميران، انا عم قول هذا الشي مشان ما تزعل، بس صعب خليك تتراجع عن يلي بتآمن فيه. يمكن انت معك حق، يمكن كل اللي عم تركض وراه هو الصح وانا اللي غلط. ما عاد فيني احكي، روح بسرعة، لا توقف، يلا.